النهارده شفت كده مشهدين جمال جدا، وحبيت ان انا يعني استعرضهم مع حضراتكم، لانه انتوا عارفين انا بحب القطط جدا، والحقيقه القطه دايما بتفرض شخصيتها وهيبتها، حتى لو على اكتشفت انه مش بس علينا بصراحه، لانه القطه بتخليك تعمل لها اللي هي عايزاه من غير كلام، فاكتشفت انها بتقدر تفرض سيطرتها على اكبر الوحوش في العالم. هنشوف دلوقتي فيديو قطه واقفه قدام نمر. النمر وزنه يمكن 300 مرة قدها، لأن وزن النمر على فكرة ممكن يوصل ل 300 كيلو، لكن وقفت القطة وشجاعتها حب قدامها، لأنه مثلا كان عامل حساب صلة القرابة القديمة اللي بين النمور والقطط، لأن الاتنين من فصيلة السنوريات. لكن أنا شايفة إنه لأ، مش عامل حساب الموضوع ده ولا حاجة، هي القطة قوية. تعالوا نشوف الفيديو الأولاني. يا سلام، شفتوا القوة؟ شفتوا القطة والتاني يعني بينهم قضبان القفص، بس النمر خف ورجع شخصيته قوية، يعني مش ممكن. طب بصوا بقى الفيديو التاني. الفيديو التاني ما فيهوش قفص ولا قضبان قفص ولا حاجة، كان فيه مواجهة مباشرة وقطة واقفة قدام كلب، برضو الكلب كبير، يعني في فرق في الحجم، الكلب كبير والقطة صغيرة، قطة صغيرة جدا، بس الكلب خدها من قصيرها وانسحب من المواجهه، والقطه قدرت تفرض ارادتها وتطرده من المكان بتاعها. وده اللي بيعجبني بقى في شخصيه القطط، عالي وعندها ثقه في نفسها ومسيطره ومش بتسيب حقها ابدا. تعالوا نشوف الفيديو. بصوا بصوا قطه نونو كده صغيره، بصوا واقفه ازاي، بصوا البادي لانجوج، بصوا الجسد بتاعها ولغه الجسد بتاعها. ايه ده؟ يعجبني الواحد اللي واثق في نفسه، يعني ثقة فظيعة يعني. طيب النهاردة عندنا ايه في مصر جديدة؟ يومين وتهل علينا أولى ليالي شهر رمضان الكريم، ورمضان طبعا في مصر له طقوس وله أجواء.